دكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط. أهلا وسهلا دكتور حسن. أهلا بيك. أهلا أستاذ خيري. أهلا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. اتفضل دكتور حسن، هتكلمنا بشكل عام ولا عن محافظة أسيوط؟ يعني الحقيقة الاثنين مع بعد إذن حضرتك يعني. اتفضل. الحقيقة أنا أولا سعيد جدا بأن حضرتك بتتيح لنا هذه الفرصة في أننا نتكلم مع السادة المحافظين وأنه الجمهور يقدر يتكلم معاهم. إنما برضو ليه ملاحظة أنه بعد 3 شهور من عمل السادة المحافظين من الصعب جدا أن احنا نقدر نقيم تجربة لأنها لسه ما أخذتش الوقت الكافي. إنما نقدر نتفاهم معهم على الأسلوب الأمثل اللي نقدر بيه نحل المشاكل وإيه الطريقة اللي احنا هننتهجها وإذا وهل المشاكل هتحل ولا لا. الحقيقة أنا بسأل سيد المهندس محافظ أسيوط وبسأل برضو السادة المحافظين على سؤال مهم. أنا ما سمعتش من أي من السادة المحافظين أنه أشرك إحدى الجامعات، مع أنه كل الجامعات كل المحافظات فيها جامعات في دراسة وحل المشاكل. فهل ترى حضرتك أنه الحل المشكلة بدون دراسة أصلح؟ أعتقد أن الأسلوب العلمي دلوقتي هو اللي بيتحكم فيه أسلوب الحياة كلها في جميع المجتمعات المتقدمة، وأننا عشان نقدر نحل أي مشكلة لابد من دراستها بشكل علمي. عادي حضرتك مثالين. مدينة أسيوط مدينة سيئة التخطيط جدا، شوارعها ضيقة متكدسة بالسيارات والانتقال فيها في أوقات الذروة يكاد يتوقف تماما. في أقسام في كلية الهندسة مسؤولة أو بتدرس تخطيط المدن، هل بتفكر المحافظة أنها تلجأ للأقسام دي في إعادة تخطيط المدينة بشكل حضري؟ أزمة إسكان موجودة في أسيوط فاحشة أكتر من أي محافظة تانية، أسعار الإسكان فيها عالية جدا ما يصل المتر فيها دلوقتي 10,000 جنيه. سؤالي مدينة أسيوط الجديدة مدينة أشباح، هل فكرت المحافظة أنها تكلف الجامعة تعمل دراسة عن الأسباب اللي بتخلي الناس ليه ما تروحش أسيوط الجديدة؟ في أسباب إحنا ربما نستنتج الأسباب لكن الاستنتاج غير الدراسة العلمية. دكتور حسن ليه حضرتك ما بادرتش المحافظة؟ أنت حضرتك بتطالب المحافظ أو بنسأل هو المحافظ يجب أنه يستعين بالجامعات أم لا، ولكن هل حضرتك بادرت وطرحت، هل طلبت سيد المحافظ وقلت له احنا عندنا افكار كجامعه او رئيس الجامعه او اساتذه الهندسه والمحافظ رفض افكاركم؟ انا الحقيقه ما اتفضل. الحقيقه يعني برضه هو الاتصال بسياده المحافظ يمكن عليه ضغط صعب شويه، واحنا حاولنا نتصل بيه في بعض المشاكل لقينا انه في صعوبه شديده في الاتصال بيه الحقيقه يعني، وهو موجود ممكن يجاوب اذا كان يقدر يسهل لنا الموضوع ده، لان انا برضو بقول ان جامعه اسيوط بتحاول وبتمد ايدها ومستعده لكن ما قدرتش توصل لسياده المحافظه. بدليل ان في مشكله طاحنه في الجامعه نفسها وهي محتاجه تدخل سياده المحافظ، وانا احب اقولها لحضرتك لان المشكله دي في صميم موضوع البرنامج النهارده. اتفضل. المستشفيات الجامعيه في اسيوط زي المستشفيات الجامعيه في معظم انحاء مصر بتشيل دلوقتي حوالي 40% من الخدمة المجانية اللي بتقدم للمرضى في المحافظات، وده بالأرقام الإحصائية اللي بندرسها إحنا، وبتعاني من أزمة شديدة في التمريض بيصل في أسيوط إلى نقص 2500 ممرضة أدى إلى إغلاق بعض المستشفيات والعنايات المركزة، بينما مستشفيات وزارة الصحة ووحداتها تعاني من تكدس التمريض وزيادة تبلغ في محافظة أسيوط من 5,000 إلى 7,000 ممرضة زيادة. والمشكلة دي عرضناها على وزير الصحة، قال لنا هيبعت لنا 300 ممرضة من ال 2500 بعت لنا 30. بيتهيألي انه الوزارات مع بعضها وسيادة المحافظ لابد من التدخل والا هيحصل انهيار في المشكلة الصحية. تمام. ودي احدى المشاكل اللي انا بعرضها دلوقتي كمشكلة بصرف النظر عن باقي الكلام اللي انا قلته في اقتراحي مشاركة الجامعات في معاونة السادة. بشكرك جدا دكتور حسن، بشكر حضرتك جدا.